عندما حملت السيدة مريم بعيسى عليه السلام وظهرت عليها علامات الحمل، كان أول من فطن لذلك هو نبي الله زكريا عليه السلام، وقيل ابن خالها يوسف بن يعقوب النجار، وكان من عباد الله الصالحين، وجعل يتعجب من ذلك لما يعلم من تعبدها وطهارتها وتدينها، فقال لها مرة وهو يعرض لها في حملها: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ فقالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ فقالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر وأنثى. عندئذ قال لها: فأخبريني بخبرك. فأخبرته حقيقة أمرها، وقالت له: إن الله تعالى بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا، ومن الصالحين. فشاع الخبر في بني إسرائيل بحمل السيدة مريم، وأساء بها الظن كثير منهم، فحزنت مريم عليها السلام حزنا شديدا، واعتراها كربا عظيما، فتوارت عن أعينهم واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكانا بعيدا، فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج، فقد علمت أن الناس سيتهمونها بالباطل ولن يصدقونها إذا أتتهم بمولودها الصغير، مع أنها كانت من العابدات المجاورات لهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. فلما أتمت مريم عليه السلام أيام حملها، ناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل، وطمأنها وأخبرها أن الله تعالى جعل من تحتها نهرا صغيرا، وطلب منها أن تهز بجذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني، وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله تعالى، وأن تقر عينها بذلك، وأن لا تكلم إنسيا، فإن رأت أحدا من الناس تقول له بالإشارة أنها نظرت للرحمن صوما. وكان الصوم في شريعتهم ترك الطعام والكلام، فلن تكلم اليوم إنسيا. وأتت السيدة مريم قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام، فلما رآها قومها قالوا لها: لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة يا مريم، فإن أباك لم يكن رجل سوء، ولم تكن أمك زانية. وظنوا بمريم سوءا، وظلوا يوبخونها ويؤنبونها، وهي صامتة لا تجيب، لأنها أخبرتهم أنها نظرت للرحمن صوما. ولما ضاق بها الحال أشارت لعيسى عليه السلام أن كلموه، فعنده جوابا لأسئلتكم. فقالوا لها متعجبين: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أتهزئين بنا يا مريم ولا تردين علينا؟ وعند ذلك أنطق الله عز وجل عيسى ابن مريم، وكان عمره 40 يوما، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذه تبرئة لأمه لما نسبوه إليها واتهموها به، فإن الله تعالى لا يعطي النبوة لمن هو كما زعموا. ثم قال لهم عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي نافعا أينما توجهت معلما للخير. فكان نبي الله عيسى يدعو إلى عبادة الله تعالى حيث كان، وألا يعبد شيء غيره أو معه. واستمر بني إسرائيل على كفرهم وضلالهم، وآمن بعيسى عليه السلام القليل، وكان منهم طائفة صالحة كانوا أنصارا وأعوانا له، قاموا بنصرته وإعانته على نشر التوحيد. ولما أخذت دعوته تنتشر ويكثر أتباعه ومناصروه، حسده اليهود والكفار وتآمروا عليه، وأخذوا يدبرون له المكائد لقتله والتخلص منه، فوشوا به إلى ملوك الرومان في ذلك الزمان، وعزموا على قتله وصلبه، فأنقذه الله تبارك وتعالى من مكيدتهم ورفعه إلى السماء من بين أظهرهم. فقد ورد في قصة رفع المسيح عيسى عليه السلام إلى السماء أنه قبل أن يدخل اليهود على المسيح عيسى عليه السلام كان معه 12 رجلا من أصحابه وتلاميذه في بيت، وقال لهم: إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن. ثم قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام شابا أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته، فعاد الشاب وقال: أنا. قال: اجلس. ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته، فعاد الشاب وقال: أنا. فقال له عيسى عليه السلام: أنت هو.
وألقى الله شبه عيسى عليه السلام على هذا الشاب، فدخل اليهود البيت وأخذوا الشاب وقتل وصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من نافذة في أعلى البيت إلى السماء. ثم افترقوا فرقا، فرقة قالت هو الله، وفرقة قالت هو ابن الله، وفرقة قالت هو عبد الله ورسوله. هؤلاء هم المسلمون، فتظاهرت الفرقتان على المسلمة فقتلوها. فلم يزل الإسلام طامثا حتى أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث للسيدة مريم بعدما رفع المسيح إلى السماء، وكيف ماتت وأين دفنت ونحو ذلك من تلك الأسئلة، فلا طائل تحتها، ولا نجد لها في نصوص الوحيين القرآن والسنة جوابا، وإنما نجد نصوصا عند أهل الكتاب والإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. فقد قال ابن كثير رحمه الله وحكى الحافظ ابن عساكر عن طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مريم سألت بيت الملك بعدما صلب المصلوب بسبعة أيام وهي تحسب أنه ابنها أن ينزل جسده، فأجابتهم إلى ذلك ودفن هنالك. وقالت مريم لأم حبيب ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح، فذهبتا. فلما دنتا من القبر قالت مريم لأم يحيى ألا تستترين، فقالت وممن أستتر، فقالت من هذا الرجل الذي هو عند القبر، فقالت أم يحيى إني لا أرى أحدا، فرجت مريم أن يكون جبريل وكانت قد بعد عهدها به. فاستوقفت أم يحيى ودنت نحو القبر، فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته: يا مريم أين تريدين؟ فقالت له أزور قبر المسيح وأسلم عليه وأحدث عهدا به. فقال يا مريم إن هذا ليس المسيح، إن الله قد رفع المسيح وطهره ممن أرادوا به شرا، ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه، وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه ولا يدرون ما فعل به، فهم يبكون عليه، وإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيظة كذا وكذا، فإنك تلقين المسيح. فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيظة. فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى عليه السلام في الغيضة، فلما رآها أسرع إليها وانكب عليها وقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل، وقال يا أمة إن القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك، وإن الموت يأتيك قريبا فاصبري واذكري الله. ثم صعد عيسى عليه السلام ولم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. قال وبلغني أن مريم بقيت بعد رفع المسيح بخمس سنين وماتت ولها 53 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وروي عن الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس عليها، وجاءته مريم وودعته وبكت، ثم رفع وهي تنظر إليه وقذف إليها بردا له وقال هذا علامة بيني وبينك يوم القيامة، وجعلت أمه تودعه بإصبعها تشير به إليها حتى غاب عنها، وكانت تحبه حبا شديدا، فهي كانت له أبا وأما، وكانت لا تفارقه سفرا ولا حضرا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عزيزي المشاهد، إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. دمتم في أمان الله.